فعشان كده من فضل حضرتك او من فضل اي حد بيتكلم يتكلم عن نادي فقط بعيدا عن النادي الاهلي. حضرتك عايز تنتقد اداء لعيبه او انت حقك، ما عنديش مشكله خالص، ولكن كل الكلام اللي انا بقوله ده انا بقوله ليه؟ بقوله لانه اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول مش عايزين نرجع اللغه اللي كانت موجوده زمان، عايزين نفضل ماشيين كل واحد بلغته وكل واحد باسلوبه وكل واحد بطريقته. وعلى الجمهور، على الجمهور ان يقيم اللي عايز الناحيه اللي عايز يروحها فين، وده يتماشى مع الجمهوريه الجديده في مصر. زي ما حضراتكم شايفين التطور في كل شيء، تطور في كل شيء، فاحنا عايزين نتطور في كل حاجه، نتطور في الاخلاق، نتطور في المبادئ، في القيم، في المثل. دايما لما كنا نتكلم على النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، انا اسف ان انا طولت في هذا الموضوع شويه ولكن لازم اقول هذا الكلام، لما كنا دايما نتكلم ونقول مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي ومثل النادي الاهلي، كانت الناس تقول لك ايه يا عم اللي انتوا بتقولوه ده اي كلام. الكلام اللي انتوا بعض من لا يشجع النادي الاهلي كان دايما يقول الكلمه دي. فمن فضل حضراتكم اللي عايز يتكلم يتكلم عن نادي، انتقد اداء فرقه، انتقد كذا، انتقد كذا، ولكن دون الخوض في اعراض حد ولا تغلط في حد ولا الكلام ده كله. وهو ده اللي هنشتغل عليه خلال الفتره اللي جايه، لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده البيت الكبير ده هو اللي بيجمع كل الناس. وفي النهايه النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هو نادي الوطنيه، كل الناس اللي في النادي الاهلي بتمشي على سياسه الدوله، الدولة المصرية اللي احنا عايشين فيها، اللي احنا عايشين في خيرها، اللي لحم اكتافنا من خيرها. ف اللي هيحصل الفترة اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم، بس على فكرة ده مش معناه ان حد هيسكت على الغلط. محدش هيسكت على الغلط ابدا 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 مهما حصل ومهما كان. لو حد غلط هنحذره ونقول له مرة واتنين، ولكن هنرد في الوقت المناسب لينا والمناسب لطريقة النادي الأهلي ولأسلوب النادي الأهلي، الطريقة المهذبة اللي بنتعلمها من الجو اللي حوالينا، الجو اللي احنا عايشين فيه، جو مصر دلوقتي كده. انت تتكلم لما تيجي تتكلم تتكلم بالأخلاق وبالمثل، مصر كلها كده من أول الرئيس اللي بيدشن هذا الموضوع، رئيس السيسي بيدشن هذا الموضوع من 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 أول ما مسك رئاسة الجمهورية لغاية دلوقتي. الأخلاق والمثل والقيم اللي احنا دايما بنشتغل عليها واللي احنا عايزين نشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية. فمن فضل حضراتكم هنفضل دايما محافظين على وحدة الصف، وهيفضل دايما في نبذ للتعصب، ولكن لن نسكت أبدا على حق حضرتك أردت بيه باطل، أو كلمة حضرتك قلت حاجة علشان توديها للناس بشكل أو بآخر، أو أي تجاوز يحصل في حق النادي الأهلي أو في حق حد من النادي الأهلي. بفضل حضرتك خليك في ناديك، وأنا هفضل زي ما أنا، هفضل أشتغل بالطريقة وبالأسلوب اللي أنا شايفه واللي جمهور النادي الأهلي عايزه. وهذه هي طريقة وأسلوب جمهور النادي الأهلي، الاحترام، الأدب، الأخلاق، حتى لو كان اللي قدامي ما بيعملش كده هحاول أجيبك على الخط بتاعي. عمري ما هروح للخط بتاعك أبدا، هفضل وهروح للخط اللي أنا عايزه واللي الناس كلها عايزاه واللي البلد عايزاه واللي النادي الأهلي دايما عايزه وبيمشي في طريق. فعشان كده هنفضل ماشيين في هذا الطريق، وإن شاء الله إن شاء الله هو الطريق ده اللي هينجح، لأنه خلال السنوات السابقة بان بالدليل وبالبرهان أن كلمة الحق هي الكلمة العليا دائما، حتى لو كان الباطل بيزعق شوية أو بيتكلم شوية وبياخد له يوم اتنين تلاتة، شهر اتنين تلاتة، سنة اتنين، ولكن في النهاية كلمة الحق دائما هي التي تنتصر. كلام فلسفي وكلام كبير، ولكن هذه هي الحقيقة.